لنقاش المستجدات الأخيرة في كركوك ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الباحث في الشأن العراقي شاه القرداغي. أهلا بكم سيدي. تحياتي لكم. ما الرسالة التي أحملها رفع علم كردستان في كركوك في هذا الوقت بالذات؟ حقيقة قيام الاتحاد الوطني الكردستاني بهذه الخطوة وتأكيد هذا الحزب بأن هناك أطراف عراقية قبلت بهذا الشيء أو لم تعارض هذه الخطوة، هذا يعني أن هناك ثقة بأن الرجوع الأمريكي أو عودة القوات الأمريكية لقاعدة كيوان قد تفرض واقعا جديدا في محافظة كركوك، وهذا يعني أن الواقع الذي فرضه حيدر العبادي في أكتوبر 2017 يمكن أن يتغير تماما خلال الفترة القادمة. نحن نرى أن عبد المهدي ألغى أبرز القرارات التي اتخذها العبادي ضد كردستان العراق، ومن ضمنها منع تصدير النفط عن طريق أنابيب كردستان، ولكن عبد المهدي أعاد هذه الخطوة. وأيضا الآن هناك توقع بأن يكون عبد المهدي أكثر مرونة في إعادة البيشمركة وأيضا إعادة القوى الكردية والأحزاب الكردية إلى مدينة كركوك. بالحديث عن عبد المهدي، كيف تقرأ قراره بإنزال علم كردستان من مقار الأحزاب في كركوك وتكفل ميليشيا الحشد بذلك؟ بلا شك أن موضوع الإعلام أيضا وموضوع كركوك من بعد أحداث أكتوبر لم تستقر إلى الآن، وفي أي لحظة قد تنفجر من جديد بسبب الممارسات الخاطئة التي مورست من قبل الحكومة المركزية، وأيضا الدور التي يتم إعطاؤه لميليشيا الحشد الشعبي على الرغم من أنهم ينفون هذا الأمر ويقصرون المهام على قوات مكافحة الإرهاب، ولكن قوات ميليشيا الحشد الشعبي هي التي تقوم بهذه الممارسات، وبالتالي هذا الأمر قد يؤدي إلى ردات فعل أيضا من الجانب الكردي وخاصة من الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يهدف إلى إعادة جمهوره الذي خسره بعد خسارة كركوك. بالتزامن مع تحذيرات ميليشيا بدر للأحزاب الكردية من تداعيات رفع علم كردستان، إلى أي مدى تحاول هذه الميليشيات ميليشيات بدر الاستثمار في هذه الأزمة؟ من الطبيعي أن هذه الميليشيات دائما تحاول خلق ذريعة لبقائها وتواجدها، طالما كان الإرهاب موجودا كانوا يبررون تواجدهم ونشاطهم ببقاء الإرهاب، الآن بعد انتهاء هذه المشكلة يحاولون خلق مشاكل أخرى حتى يبررون تواجدهم أيضا، وخطوة رفع العلم أيضا من الممكن إبرازه وأيضا التركيز عليه كخطوة يعتبرونها انفصالية، وهذا يتطلب وجودهم أيضا في المدينة ولكي يفرضوا الواقع العسكري بالقوة، وأيضا قد يخلقوا مشاكل أمنية في المدينة مرة أخرى، لأن الأحزاب الكردية أيضا من الممكن أن تستعين بقواتها المسلحة بقواها المسلحة التي لديها فصائل مسلحة الأذرع المسلحة، ويحدث صدام عسكري في هذه المناطق الذي أصلا فيها فراغ أمني منذ 17 أكتوبر 2017. وربما هذا ما لمح له حزب الاتحاد الوطني بأنه سيدافع عن حق رفع علم كردستان في كركوك. انطلاقا من هذا التصريح، ما توقعاتكم لمستقبل الأوضاع في كركوك؟ بلا شك الأوضاع في كركوك ليست مستقرة في الوضع الحالي، لأن هناك العديد من القوى المتصارعة على المدينة الغنية بالنفط، وأيضا الكثير من القوى الموجودة مرتبطة بدول إقليمية، وبالتالي من الممكن أن تنفجر الأوضاع في ظل حكومة عراقية مركزية ضعيفة لم تستطع يوما من الأيام أن تقدم خطوطا أن تقدم برامج عملية لتحقيق التصالح والتعايش في هذه المحافظة التي تتكون من عدة مكونات وطوائف، وبالتالي من المتوقع أن ينفجر الأوضاع ويزيد الانقسامات الموجودة في المدينة كلما زادت الخلافات السياسية بين الأطراف السياسية على تشكيلة الحكومة أو على المناصب أو على المصالح أو على أي شيء آخر. شكرا جزيلا لك الباحث في الشأن العراقي شهوة القرداغي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.